وإلى متابعة الأخبار المحلية، حيث التقى المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب ظهر اليوم بالعاصمة السعودية الرياض مع سمو الشيخ تركي الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية بالمملكة العربية السعودية والرئيس الشرفي للنادي الأهلي. وتناول اللقاء بحث التعاون في عدد من الموضوعات الخاصة بمجال الشباب والرياضة، منها تنظيم المعسكرات المشتركة بين الأندية والمنتخبات، وكذلك البطولات الرياضية والاستثمار وتبادل الخبرات في مجال التدريب والإدارة الرياضية.